تعتبر تربية الأغنام والمواشي من أكثر المشاريع ربحاً، فهي تجر على صاحبها مبالغ مالية ضخمة إن أحسن صاحبها تربيتها وتكبيرها وتسمينها بشكل جيد. فهي التجارة الناجحة على الأغلب، تعتبر هذه التجارة الأهم والأبرز بين التجارات الأخرى. فمن لديه مشروع تربية الأغنام يحتاج رأس مال يتواصل معي، فأنا أرغب في الاستثمار في هذا المجال وأبحث عن شخص لديه الرغبة كذلك ويريد أن يستثمر في مجال تربية الأغنام. ستجدون في آخر الفيديو رقم هاتفي وواتسابي. كذلك من يحتاج لدراسة جدوى أو معلومات عن المشروع فليسارع بالتواصل معي. حتى بالنسبة للإخوة المستثمرين الذين لديهم رأس مال صغير أو كبير أو متوسط يرغبون في الاستثمار في تربية الأغنام، فيمكنكم التواصل معنا فتكون شريك ممول وتحصل على نسبة من الأرباح.